السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي عين الوالي. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الوصفة اللي خاصة بالنساء، الرجال اللي خرجوا ما يسمعوش. المهم هاد الوصفة هادي زوينة بزاف، اللي البنات اللي يعني باغيين يصححوا باغي يزيدوا في الوزن، هاد الوصفه هادي مضمونه 100%، اقسم بالله. يعني انا حلفت عليها مده 20 يوم اللي استعملت هاد الوصفه هادي، يعني قبل ما تبداها توزن راسها، وخا ما توزنش راسها راه غيبان الفرق كبير بزاف. المهم انا كان غير نصيحه، يعني اللي جات تبدا هاد الوصفه هادي توزن راسها على هاد المده هادي وتشوف الفرق. وصفة مضمونة 100%. واللي كانت كتلبس طايا اس والام غتولي تلبس 3 XL والدوبل XL، اقسم بالله البنات جربوها، وكنتمنى من تجربوها وتعطيكم نتيجة ترجعوا ديروا تخليوا لي تعاليق، يعني باش تزيدوا تشجعوني. دابا غنبداو على بركة الله. انا عندي هنايا جنجلان سمسم، وعندي الصوجة والحليب بودرة نيدو، دي نخليوها من بعد. هنا البنات لا خديتو، يعني نقول لكم المقادير مضبوطة، تاخدو نص كيلو ديال الصوجة ونص كيلو ديال الزنجلان. الجنجلان غتغسلوه وغتنقيوه غير غتصهدوه في المقله، ماشي غتحمروه. كذلك الصوجه غنقيوها ومسحوها بشي طريف الثوب وغتصهدوها حتى هي، وغطحنوهم بجوج بهم نص كيلو مع نص كيلو، وغتزيدوا عليهم. من الاحسن البنات خدوا طاسه العلبه كبير، ماشي الكبيره الصغيره، وغتاخدو النص ديالها مثلا. هاد انتوما كما كتشوفوا انا عندي هنا العلبه، ها هي صغيره الحجم الصغير. عندكم نص كيلو ديال الصوجه ونص كيلو ديال الجنجلان، غديروا معاه نص العلبه ديال النيدو، وغتخلطوهم في شي بانيو ولا في شي حاجه في شي اناء كبير، وغتحصلوا على هاد بحال هكا الخليط هذا. وغتاخدو عقلو مزيان البنات، يعني مورا كل وجبه كليتوها غتاخدو جوج معالق كبار، هكا، وغتزيدوا عليهم الماء طايب، ماشي قبل الماكله البنات، مورا الماكله، مورا الفطور، مورا الغداء، مورا العشاء، بهذه الطريقه هذه. وغتشربوا تخليوه شويه يعني تيبرد شويه هذا الخليط لان راه سخون، تتخليو تيبرد شي شويه وتشربوه مورا كل وجبه، الفطور الغداء العشاء، مده 20 يوم غادي تحصلي على فورمه يعني اللي كتمناي تكون عندك. وهذه هي الوصفه طبيعيه وزوينه، وكما قلت لكم يعني مده 20 يوم كل شيء غيلاحظ فيكم انكم تبدلتوا، انكم يعني ديتو كتصححوا، راه وصفه اقسم بالله الا مجربه وكتعطي نتيجه زوينه بزاف. ديروها بهذه الطريقه اللي قلت لكم وردوا عليا، وما تنساوش يعني ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وتخليوا لي تعاليق ولايك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله يا ربي، ونستمر
وتستمر القناة ديالي. كنتمنى من الله ان هاد الوصفة هادي تجربوها، وراها زوينه بزاف البنات، وقسم بالله الا زوينه احسن لكم من الدواء ديال الفرماسيان او لا شي حاجه. انا واحد السيده عطيتها لها وجرباتها، يعني كانت مسكينه ما كتصححش كاع نهائيا، وهضرت معايا قلت لي اختي حياه حفاكي واش ما كتعرفيش شي وصفه، لكن واحد الوصفه زوينه الا غتستعمليها يعني بالنظام بهذه الطريقه هذه نهار على اخوه متابعه، يعني وكل وجبه تشربيها مور الوجبه اللي كليتي. قالت لي نديرها، درتها اقسم بالله الا 15 يوم تبدلات بزاف كاع. قالت لي كنت اي حاجه لبستها ما كتجيش معايا، وملي كنمشي نشري الحوايج ما كنلقاش طايتي، كتلبس مسكينه قل من الاس طايه ديالها، وكانت ما كانش كيعجبها الحال كاع، يعني ما كانش كيعجبها راسها. ملي استعملاتها لقات النتيجه وشكرتني بزاف بزاف بزاف. انا هادي عاد سيمانه باش تلاقيتها وشكرتني، داكشي علاش انا قررت انني نحط هاد الوصفه هادي. وكنتمنى تجربوها البنات، وسمحوا لي لا طولت عليكم، وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.